كابتن وليد، وده ما كانش اداء الاهلي المره اللي فاتت. حقيقي بتفق مع حضرتك، لكن في الاخر في بطولات معينه تكسب ولا تلعب. انا بلعب في كاس العالم للانديه، انا عايز اكسب علشان اروح الدور اللي بعده. انا بلعب على ميداليا، النهارده احنا هنلعب ريال مدريد، حضرتك تتمني ان الاهلي يلعب كره حلوه قوي ويتغلب، ولا نلعب جيم حتى لو دفاعي بحت ونكسب 1-0؟ لا انا اتمنى نلعب كره حلوه ونغلب. طب ولو مش متاح الاثنين اختاري واحد. مش متاح الاثنين، ما احنا لعبنا الاثنين المره اللي فاتت. طب اختاري واحد. اكيد عايز الثلاث، اكيد عايز اكسب. في بطولات معينه انا النهارده لما بلعب نهائي افريقيا خلاص مش لازم يبقى الاداء احسن حاجه، لا اللي هيتسجل البطوله. فالنهارده بتفق مع حضرتك مليون في الميه، الشوط الاول مش احسن حاجه. ليه؟ لان الراجل دايما كره القدم افكار، الراجل خد فكره انه المتالقين يقعدوا، يعني المتالقين المباراه اللي فاتت حسين الشحات اللي بيحط اسمه مع كريستيانو رونالدو ومع ميسي كافضل لاعب بيحرز في ثلاث نسخ، اثنين مع الاهلي وواحده مع العين، بيقعدوا بره. عبد القادر المتالق بيقعدوا بره، محمد شريف اللي جاب جون وتالق بيقعدوا بره. ايه كانت نظريته؟ النظريه اللي قال عليها الكابتن حماده ان انا بقسم المباراه، فريق سياتل ما لعبش لسه مباراه رسميه، جاي من فتره اعداد، هيبقى كويس قوي الشوط الاول والاداء البدني بتاعه هينزل الشوط الثاني. مغامره؟ مغامره. طب افرض كانوا جابوا فينا جول. برافو عليك، صح، هي مغامره. هي مغامره. كانوا جابوا فينا جول. ما هو المدرب بيعمل ايه يا مدام لميس؟ بيحط الفرقه كده ويقول انا هقسم المباراه لكذا قسم. انا تقسيمتي للمباراه هلعب الشوط الاول ارهقهم وجري الثلاثه اللي قدامي يضغطوا عليهم بكل الملعب وبطول الملعب ويعملوا اخر حاجه، وبعد كده في الدقيقه 60 هنزل الثلاثه المستريحين هم هيكسبوني المباراه. وارد يحصل غير كده؟ وارد. كنا هنقطع فيه؟ كنا هنقطع فيه. كلنا هنقول ايه؟ ازاي الثلاثه اللي احسن ثلاثه في الملعب المباراه اللي فاتت انت قعدتهم، وعلى هذا الاساس مثلا النادي الاهلي لا قدر الله كان خسر. فهي الكوره كده، تقسيمه المباراه بتتعمل قبل المباراه، سيناريو المباراه. احنا في المباراه الشهيره، يعني اقرب للناس بس، المباراه الشهيره بتاعتنا مع نادي الزمالك اللي هي 6-1، مستر مانو الجوزيه قال لنا ايه قبل المباراه باسبوع؟ قال انا هلاعب رضا شحاته هنا، وهلاعب خالد بيبو هنا، وهلاعب بلال هنا، احنا هنتقطع في نص الملعب. قال كده، هنتقطع في نص الملعب، وحسام غالي وابراهيم سعيد هيبقوا لوحديهم، وهيقعد بقى حازم امام وجمال حمزه وابو العيله وكل نجوم نادي الزمالك هتنقل كره كتير. قال مش مهم، انا بلعب على مغامره عاليه، لكن اول ما تقطع الكره حطها لرضا شحاته او حطها لخالد بيبو. المغامره نجحت ولا ما نجحتش؟ نجحت نجاح منقطع النظير، لكن كان ممكن يحصل العكس. كان ممكن نادي الزمالك هو اللي يحرز الاول وتبقى دي مغامره يعني كارثيه. فمدربين افكار،